نورنا المنتخب الجزائري وشرفنا أعز تشريف، محقق الأرقام القياسية، 31 انتصار ومكملين للبقية إن شاء الله. إليكم رد فعل نادي مانشستر سيتي تجاه منتخب الجزائر بعد مباراة النيجر وتحقيق الانتصار أو سلسلة لا هزيمة للمباراة 31. ولكن قبل بداية الفيديو شاركونا بالتوقعات واكتبوا لنا في التعليقات عن أداء محاربي الصحراء في تصفية كأس العالم إن شاء الله في قطر 2022. وكالعادة أعزائي الكرام وأحبابنا، بذكر الله نبدأ الفيديو والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث جدد المنتخب الجزائري فوزه على نظيره النيجر بنتيجة 4-0، وذلك خلال الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة بقطر. وكان بطل إفريقيا قد تغلب على نفس المنافس في مواجهة الجولة الثالثة في الجزائر بملعب مصطفى تشاكر بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت دخول إسلام سليماني التاريخ كأفضل هداف في تاريخ محاربي الصحراء، حيث سجل الهدف 37 في مشواره مع الخضر، وسجل أيضا هدفا في نيامي بالنيجر، وكان الهدف الذي أثر به رصيده ب38 هدف كأحسن هداف في تاريخ الخضر بعد انتزاعه اللقب من اللاعب السابق للخضر نوردين تاسفاوت ب36 هدف. والتحق فريق محاربي الصحراء بنظيره الأرجنتيني في المركز الرابع من الترتيب الخاص بأفضل سلاسل اللاهزيمة في تاريخ كرة القدم، وخاض الخضر 31 مباراة ذهبية ما بين عامي 2018 و2021، حققوا خلالها 23 فوزا و8 تعادلات، وتوجوا خلالها بكأس أمم إفريقيا 2019 عن جدارة واستحقاق. وبهذا تتفوق 3 منتخبات فقط في سلسلة اللاهزيمة على الجزائر، وهي إيطاليا التي خاضت 37 مباراة دون هزيمة، بجانب البرازيل التي حققت سلسلة لا خسارة ب36 مباراة، ثم إسبانيا صاحبة المركز الثالث. وقد سخر فريق مانشستر سيتي بطريقته الخاصة من انقطاع بث مواجهة منتخب الجزائر والنيجر. السيتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر علق على توقف بث اللقاء من المصدر بعد مرور أكثر من 20 دقيقة من بداية الشوط الأول، ونشر الحساب بفيديو أو نشر الحساب فيديو قصير لطفل في حالة حسرة، وأرفقه بعبارة في انتظار عودة البث لمشاهدة إبداعات رياضي محرز. ومن جانب آخر أشاد حساب السيتي بنجمه الجزائري خاصة بعد تسجيله الهدف الأول في مواجهة النيجر قائلا: لا جديد علينا، فمحرز يحرز مجددا. القائد رياض محرز افتتح التسجيل للجزائر ليقود الخضر لسلسلة ذهبية بفوز كبير برباعية دون رد على النيجر والوصول إلى 31 مباراة بدون هزيمة والحمد لله. وأصبح النجم الجزائري رياض محرز يحتل المركز الخامس في قائمة أفضل هدافي المنتخب الجزائري ب25 هدف، بعدما سجل هدفا أسهم في تقدم محاربي الصحراء على منتخب النيجر ضمن المنافسة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للكأس العالمية 2022، حيث سجل المنتخب الجزائري 19 هدفا في 4 مباريات فقط. وإلى هنا يكون الفيديو قد انتهى لهذا اليوم. نرجو منكم أن لا تنسوا ترك تعليق حول ما إذا كان الخضر قادرين على تحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات. لا تنسوا تفعيل زر الجرس وتحفيزنا باللايك. مع السلامة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.